بداية الاتحاد كان كبير الناس لا يؤمن بالاتحاد في الأمر، ولكن بعد ما طافوا 3 سنوات وجت الرابعة وأصبح ما في صغير ولا كبير لا يرغب في الاتحاد ولا يرغب في ما عمله. أول يوم قالوا اتحاد ما عرفنا شو اتحاد، خلاص فهمونا، قالوا بتتحد الناس وبتغادي شور واحد. يوم سووا اتحاد وشفنا الشيوخ فرحانين ردينا وسويت أنا حفلة في بيتي. بداية التعليم أول في السبعينات أو 69 كان صعب جدا، يعني الواحد يروح إلى المدرسة يمكن ما في مواصلات في الاندروفلات ذيك الأيام، ولا يروحون مشي أكثر من 10 كيلو. الشيخ زايد ما كان في فرق بينه وبين الشعب. يوم أنت تكون موجود في بيتك فجأة تشوف السيارة واقفة قدام البيت، مين؟ والله الشيخ زايد جايينك. اللي نحن النعمة فيها غيرنا ما يحصلها، اليوم مش موجودة عند غيرنا، نحن الحمد لله في خير. تعليم من أرقى المستويات ودعم كبير للمرأة في مجال العمل. أقسم بالله والله شاهد علي أقوله، النقلة الدائمة يا بلادي مراتي ورئيس الدولة، لو نادى للحرب منادي تحت مرج دائمة يا بلادي، بحميك بسيفي وزنادي وتعرفش ما حد يطوله. الإمارات تستاهل ولها حق علينا. أمانة، تعاون، حياتي، my home، بلادي، las oportunidades، أعشقها، بيتي، تعز، مودي، كل شيء، عمري، بالوش، عطاء، أنا أحب الإمارات، مستقبل، سوبراشي، هويتي، ولا، يونيك، شموخ، داريسيما. أمي، أمي، إنرجيتك، شيخ زايد، ذكريات، الإفطارية، جنة خليفة، أويلي، مدرستي، سندوشة، إنجاز، انتماء، بيتي، أطمي، عذرين، وجزء، فريندلي، قصة نجاح. موسيقى.